différente de celle du reste du monde. Les jeunes Marocains, ils ne sont pas différents des autres du monde. Et donc, دونك اليوم نهار كبير ديال المقاول الذاتي حيت درنا اليوم نشرنا البلاتفورم ديالنا سميتها داتي كونيكت. الدور ديالها الاساسي هي تعطي الامكانيات لهاد المقاولين الذاتيين باش يشتغلوا ما بيناتهم، باش تكون عندهم لانفورماسيون، باش يكون عندهم امكانيات ديال التسويق، نعطيهم لاكسي او مارشي. وفي نفس الوقت هاد داتي كونيكت غادي تفتح لهم مجال باش يكون عندهم المونتورينغ اللي هو اساسي للمقاول، حيت شنو اللي كيقتل المقاول هو الوحدانيه. حنا بغيناه نعطيوه هاد الفضاء كامل اللي غادي يفتح ليه واحد المجال اللي ما كاينش اليوم عند المقاول الذاتي، حيت كل واحد كان كيشتغل لوحده. حنا بغيناهم ما ينعزلوش في هاد البلاتفورم داتي كونيكت اللي غيدخلوا ليها، غتعطيهم هاد الامكانيات باش ان شاء الله يكون عندهم توفيق كبير في كما قلنا في البيزنس، في الانفورماسيون، في الاعلاميات، وفي نفس الوقت نساعدوهم باش يكون عندنا كما قلت اللوبين باش نمشيو نشوفوا شنو هما الادوات اللي كيحتاجوهم باش حنا نواكبوهم ونعطيهم هاد كما قلت هاد الفضاء اللي غادي يعطيهم الامكانيات باش يكبروا بواحد بسهوله وبلا بيكون هذاك اللي تنسميه يبقى عندهم الكوليسترول مزيان، الكوليسترول الخيب ما يكونش عندهم. هذا هو اللي كنتمناو حنا تعطيهم داتي كونيكت مفتوحه لجميع المقاولين الذاتيين. ولهذا غادي ندير واحد ان شاء الله غوت شو، غادي نمشيو نديروا نقابلوا الوزير ديالنا باش نعطيوه الورقه ديالنا ديال لي ريكومونداسيون باش نشوفوا كيفاش غنشتغلوا بليد بليد ما بين الحكومه والجمعيه ديالنا اللي هي كتجمع جمعيات وشركات كبرى اللي كيعاودوا ياكدوا بان يد وحده ما كتصفقش كتصرفق. دونك حنا بغينا نخدموا جميع ونعطيو هذه الفرصه للمقاول الذاتي باش يمشي بواحد السرعه وبلا ما يخاف يفشل، حيت غيكون عنده المواكبه الجيده ومواكبه اللي غادي تعطيه الامكانيات باش ما يخافش ويعرف بان غيقدر هو يزيد في الثقه في نفسه ويزيد في الثقه في المجتمع ديالو. هدف حيت بالنسبه لي المقاول الذاتي كاين جوج، كاين اللي غادي يبقى دائما المقاول الذاتي، علاش؟ هو عنده سالاري وشغل في الشركه وعنده واحد الموهبه وبغى يبغى يديرها في السوق المهيكل. وكاين الناس اللي كياخذوا هذا المقاول الذاتي كبدايه، كما علاش سمينا جمعيه المقاول الذاتي بدايه، حيت كنبدا ولا بان لي بان هذاك الشيء عجبني ندوز للمرحله الثانيه ندير مقاوله ديال اس اي غيل ولا في هذاك اللي غادي تدخلني الفضاء ديال الشركات اللي عندهم التزامات اخرى وعندي. ولكن في هذه الفتره الاولى غنكون فهمت، غندير بحال كما يقول المقاول الذاتي ديما كيبدا بحال ليغو، كيبدا طبقه بطبقه، ما كيطلعش عماره في نهار واحد. لهذا حنا كنامنوا بان اللي بغى يكبر الا عطيناه هذه الامكانيات وهذا الفضاء الا كبر غادي يكبر وغادي ينجح. حتى تقدر تكبر وتطيح، حنا لا، بغيناك تكبر وتبقى كبير وتبقى كتعطي للمجتمع ديالك، ماشي تولي نتايا تضر. دونك حتى الواحد اللي بغى يكبر خصو يعرف كيفاش غادي يكبر ويكون عنده الامكانيات باش يقضى يبقى كبير.